أشخاص يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصيا بقول لو أنه عندهم فعلا دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن أن يتفوهوا بهذه الأمور. المشاهدين برحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية. حلقة هذا اليوم أحبائي بعنوان القاتل سهوا، يعني اللي بيقتل مش متعمدا، القاتل سهوا يتبارك بموت الكاهن الأعظم. الكاهن الأعظم هو رئيس الكهنة بزمن بني إسرائيل بزمن الشريعة. من أجل ذلك أحبائي هذا موضوع يمكن كثار من الحبايب الذين لم يقرأوا الكتاب المقدس ليس لهم دراية في الموضوع، يعني ما بيعرفوا شو الموضوع. هذا موضوع أحبائي عبرنا عليه من عدة سنوات، بيتكلم عن وجود يعني أو إلزام الله ألزم الشعب قديما وأوصى موسى أنه يعملوا ثلاث مدن في كل جهة، في جهة الأردن وفي جهة أرض كنعان، بسموها ثلاث مدن بكل جهة، يعني ست مدن، وبيحطوها وبيحددوها تكون مدينة الكهنة، بس أيضا مدينة ملجأ. لمين هالملجأ؟ مدينة ملجأ لمن يقتل عمدا غير متعمد، يعني بيقول من أوقع الله بيده وهو زي ما تقول يعني سهوا اضطر أنه يوقع منه شيء حديد ويموت صديقه اللي معه أو شخص بجانبه، فهذا الشخص مفروض يهرب بسرعة بسرعة إلى إحدى مدن الملجأ والتي هي أقرب. لهذا كانوا يعملوا طرق أنه يجهزوا كل شيء حتى لما القاتل يهرب بسرعة قبل ما يدركوا ولي الدم، لأنه إذا أدركوا قبل ما يدخل على مدينة الملجأ بموت، فبالتالي كان لازم بسرعة يوصل على مدينة الملجأ إذا قتل سهوا، بس إذا اكتشفوا أنه كان قاتل متعمد يقتل. طبعا أنا الموضوع رح نوسعه بنعمة رب مع خدامنا الأفاضل، بنعمة رب معي خادم الرب المبارك الأسيس نصيف قلادة، ومعي الأسيس الدكتور نادر بخيت. بنعمة رب بناخد التعليق الأول من الأسيس نادر. أهلا وسهلا بحضرتك أسيس نادر، ربي باكك. إيه اللي ممكن حضرتك تقولنا إياه في البدايات حول هذا الموضوع؟ شكرا أسيس جون على الدعوة، و أصلي أن ربي يبارك هذه الحلقة ويبارك المستمعين ويباركنا ويبارك الأخ الفاضل القسيس نصيف. أنا بس عايز أبدأ بأن أنا أقول أنه القتل في الكتاب المقدس ده جريمة تعتبر من الكبائر، يعني مش من الأشياء الصغيرة، وكون أن واحد يسفك دم أخيه ده كان شيء كبير جدا في الكتاب المقدس. لكن بالرغم من هذا تجد أنه تاني جريمة أو تاني خطية ذكرت في الكتاب المقدس في سفر التكوين أصحاح 4 هو قتل قايين لهابيل أخاه. يعني في ثلاثة نجد التكوين، ثلاثة نجد السقوط عندما سقط آدم وعصى الرب وطرد لذلك من محضر الله، لكن الشيء الغريب أصحاح 4 نجد أنه قايين يتطاول ويضرب أخيه ويقتله. والشيء الغريب أنه رسالة يوحنا الأولى، يعني بالرغم من أنه رسالة يوحنا الأولى دي في أواخر الكتاب المقدس، تذكر لنا هذه الجريمة وبشاعتها وما يقولش أنه هو قتله، لكن يقول أنه هو ذبحه. يعني شوف أنت مدى الإجرام الذي وصل إليه الناس. وبعد كده نجد في نهاية هذا الأصحاح أيضا جرائم مستمرة، يعني لامك اللي مذكور في هذا الأصحاح غير لامك اللي مذكور في تكوين 5، يقول يعني أنا قتلت فدا لشطخي ورجلا لجرحي، يعني أنا مستعد أن أنا أتطاول وأقتل غيري. وسيل الدماء على الأرض ده كان شيء يعني غير مقبول لدى الله إطلاقا. نعم. وكان لازم الذي سفك دمه يسفك دمه. إحنا في سفر اللاويين أصحاح 24، إذا واحد
يعني قتل بهيمة بتاعت شخص تاني يعوض عنها، لكن إذا قتل شخصا يموت. الكلام ده في عدد 17 وعدد 21 من سفر اللاويين، كتاب واضح. الذي قتل يقتل. لكن هنا الكتاب المقدس بيوضح لنا حالة استثنائية، وهو الذي قتل سهوا. واحد خبط، يعني واحد بأداة، وهذا الشخص فقد حياته، لكن هذا الشخص ليس مبغض له من أوس من أمس ومن قبله، يعني هو مش قاصد أنه هو يتطاول عليه ويقتله. وطبعا هذا الأمر ما بيتخدش بسهولة، هذا الأمر بيكون الشيوخ بتاعة الشعب القديم بيتمعوا وعارفين ليست هناك عداوة قديمة، لأن لو أثبت أن هذا الشخص سافك دم هذا الشخص عمدا لا فرار في العهد القديم. طبعا احنا لا نتكلم عن العهد الجديد، لكن لا فرار في العهد القديم انه يقتل، لكن الا في هذه الحاله الاستثنائيه. وعد الرب لهم مدن يهربوا اليها، بس هم المهم شطارته ان هو يوصل قبل ما ولي الدم. طبعا ولي الدم ده قد يكون اب المقتول، أب عم ابن عمه، المهم واحد ولي أقرب له، من حقه أنه هو يقتله لو عرف يوصل لي قبل أنه هو يوصل لمدن الملجأ. والرب عد 3 في الشرق و3 في الغرب، شرق الأردن وغرب الأردن. والشيء الغريب، وأنا يعني ممكن أتكلم في هذا الأمر، أنه بالرغم من شرق الأردن في 7.5 فقط، والتاني في 9.5 أسباط، لكن دول لهم 3 ودول لهم 3، وممكن نتكلم في هذا الأمر بعد شوي. ده أمر مش سهل، هنتكلم عنه بعد قليل. شكرا. يعني أنا طبعا بشكر الرب من أجل الأسيس الدكتور نادر. الدكتور نادر بيرعى أيضا الكنيسة مع الأحبة الرعاة بكنيسة كامبل تاون المعمدانية بسيدني أستراليا. وأنا أيضا كمان برحب فيك من جديد كمان أسيس نصيف ربي باكك. الأسيس نصيف قلادة كمان راعي الكنيسة المشيخية بماريلاند سيدني أستراليا. أهلا وسهلا بحضرتك مرة تانية كمان. أهل الرب معاك والدكتور نادر العزيز صديق، ربي يباركك ويديك نعمة. ربي يباركك ويحفظك. ايه اللي بتحب تقوله حضرة الأسيس في البدايات؟ انا حطيت تعليق الأسيس حط عليه، وحضرتك الان تعليق الاولي. الحقيقة الموضوع موضوع شيق في البداية، وموضوع مهم وكويس انه ليه ابعاد روحية، ولا سيما بحب جدا في الموضوعات الكتابية انه نكون بنتعامل معاها في منظور الواقع كمان. فاحنا قدام نصين او 3 نصوص ذكرهم في العهد القديم، سواء في سفر التثنية 19 أو سفر عدد 35 أو سفر يشوع 20. نعم. وهو عن حادثة أو مدن الملجأ. والحقيقة احنا لسنا أمام تشريع قضائي أو حالة بمعنى قانون لحماية المجتمع، لكنه ده تعبير عن نعمة ربنا. وهذا التعبير الخاص بنعمة ربنا بيتكلم على أنه الله بيعطي فرصة أخرى للإنسان الذي ارتكب خطية أو ولا سيما خطية القتل. وأشار الدكتور نادر باستفاضة أنه الرب ضد خطية القتل، والله أوصى الشعب لا تقتل، فهو حرم هذه الخطية، خطية القتل، والله منع الإنسان من أن يسفك دم أخيه الإنسان. فإذن القضية هنا في هذه النصوص بنلمس بعد آخر، وهذا البعد هو فرصة أخرى للإنسان الذي وقع في هذه الخطية والذي قتل سهوا، أنه له فرصة أخرى للحياة وله فرصة أخرى للنجاة. وعشان كده ملاحظة الأولى أن هذه المدن هي كانت تشريع إلهي، لم تكن اختراع من موسى أو يشوع، لكنه كان أوصى الرب. يعني في نقرأ في سفر العدد وإصحاح 35 والعدد الأول، كلم الرب موسى وأوصى بهذا التشريع، ثم يعيد نفس الكلمات أيضا ليشوع بعد أن دخلوا الأرض. لقي في يشوع 20:1 وكلم الرب يشوع قائلا تقيم هذه المدن. فإذن النقطة اللي أنا عاوز أشير ليها هنا أن هذا الأمر وهذا التشريع وهذه المدن هي وصية إلهية، وصية إلهية، مبادرة إلهية، ليست من اختراع موسى وليست من اختراع يشوع، وليست هي مجرد كما قلت تشريع قضائي أو نوع من الاستئناف للشخص، أبدا، بل بالعكس الله بيعبر عن هذه المدن، بيعبر، ممكن نتكلم عن معنيها وما تحمله، بيعبر عن صورة مسبقة لعمل النعمة في شخص يسوع المسيح. ولا سيما أن القاتل الذي يهرب لهذه المدينة، مدينة الملجأ، أي أقرب مدينة لي،
وده ليه 6 مدن موزعين في شرق الأردن أو غرب الأردن، في الشمال أو في الجنوب، في أماكن وفي أصوات مختلفة، لكي تكون هناك فرصة للقاتل سهوا أن يجد حياة ويجد فرصة للهروب والوصول إليه. ليس هذا فقط، بل أمر الرب بتمهيد الطرق ورصف وإعدادها وتسهيلها، وضع علامات أو لافتات لتسهل، وكأنه بيقول للإنسان الذي قتل سهوا لك فرصة أخرى للنجاة، اهرب لحياتك، لك فرصة أخرى للحياة، ليست هذه هي النهاية، أنك وقعت في الخطية سهوا أو بدون قصد. الملاحظة الثالثة في المقدمة، ورب يدينا نعمة نتعمق فيهم، إذن هي مبادرة إلهية، إذن إعداد وتسهيلات، كمان أيضا هي إعلان عن نعمة، بدليل أنه الشخص عندما يهرب إلى هذه المدينة يظل فيها إلى موت رئيس الكهنة، إذا خرج منها يقتل، وإذا أو إذا مات رئيس الكهنة ينجو. ويمكن ده العنوان اللي حضرتك وضعته للحلقة، وهذا أهم عنوان. أيوه، عنوان يب شوف حياة في الموت، في الموت وخلاص في الموت، وعودة وتحرير في الموت، يعني موت رئيس رئيس الكهنة. وهنا دي ملاحظة، وهنا أعتقد دي مرة تانية بيؤكد الفكرة إنه ده مش مجرد نص تشريعي لعلاقات الإنسان بأخيه الإنسان، لكن ده نص يعبر عن نعمة الله الأزلية ونعمة الرب التي ظهرت في شخص ربنا يسوع المسيح. رئيس الكهنة يمثل شخص يسوع المسيح، وبموت رئيس الكهنة كانت هناك فرصة لحياة الشخص الذي قتل سهوا أن يجد حياة. إذن هنا ملاحظتين، الشخص الذي احتمى في الملجأ في حياة رئيس الكهنة يجد حياة، وإذا مات رئيس الكهنة وخرج وذهب إلى أسرته أو مدينته الأصلية أو أهله أو عشيرته أيضا يجد حياة. ماذا تقول هذه الفكرة؟ لن تقول لنا أن لنا بحياة يسوع المسيح، بحياة يسوع المسيح ومجيئه وتجسده وتعليمه وموته على الصليب لنا حياة. فبموته أمات الموت وأباد سلطان الخطية، ويقول كده برسالة العبرانيين الذي أباد الموت وسلطان إبليس. فإذن يسوع المسيح رئيس كهنتنا الأعظم الذي كان من ثم يشبه إخوته في كل شيء، فالمسيح شبهنا في هذا الطبيعة، إذن بالتجسد يعني. في التجسد طبعا، فبتجسد يسوع المسيح وحياته بيننا حياة مقدسة. احنا مرات الفداء والخلاص يمثل المعنيين دول، حياة يسوع الذي بلا خطية، التي برهنت انه القدوس الوحيد الذي بلا خطية، البار الذي لم يعرف خطية، لم يكن فيه خطية، وهو ايضا بموته يقول الكتاب انه بموته مات الموت، وهو مات لاجل الجميع لكي يعيش الاحياء فيما بعد، لا لاجل انفسهم بل لاجل الذي مات من اجلهم وقام. فالملاحظة الاولى اذن هي خطة إلهية، والفداء كان خطة إلهية. الملاحظة الثانية أيضا هي فرصة للإنسان الخاطئ، والملاحظة الأخيرة هي صورة لتجسد يسوع المسيح رئيس كهنتنا الأعظم الذي مات وقام وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. آمين. ربي باركك محبوب أسيس. طبعا بدي أقرأ المقطع حتى نقدر هيك نعطي صورة للأحباء المشاهدين اللي ما عندهم دراية في هذا الموضوع. طبعا مثل ما قال الأسيس انه هي وردت بعدة امكنة، لكن انا راح بقرأ من المكان اللي هو القصير شوية، بيشوع 20، سفر يشوع 20:1 بيقول: وقال الرب ليشوع، هو كان الرب اوصى موسى بحسب سفر العدد 35، والان يعيد الرب التوصية ليشوع الذي استلم مكان موسى، لانه موسى مات والكتاب بيقول انه دفنه الرب في الجواء مقابل بيت بعل فغور. فهلا استلم القائد الجديد اللي هو يشوع، الذي هو ايضا يشير ليسوع. يعني موسى يشير لموسى مخلص الشعب القديم من مصر، وهو رمز للمسيح الذي يخلصنا من هذا العالم ويخلصنا من دينونة فرعون او دينونة او ظلم الشيطان كما سمعنا من الأسيس نصيف. لكن بذات الوقت يشوع هو رمز للمسيح، لأن كلمة اسم يشوع هو اسم يشوع، يعني اسم المسيح اسم يسوع. فشي حلو أنه فيه صفات حلوة رائعة. فبيقول: قال الرب ليشوع، قل لبني إسرائيل اجعلوا لأنفسكم مدن الملجأ كما كلمتكم على يد موسى، ليهرب إليها القاتل ضارب نفس سهوا بغير علم مش قصده، فتكون لكم ملجأ من ولي الدم، فيهرب إلى واحدة من هذه المدن ويقف في مدخل باب المدينة ويتكلم بدعواه في آذان شيوخ تلك المدينة.
فيضمونه إليهم إلى المدينة ويعطونه مكانا فيسكن معهم. جاي ما معه شيء هربان، وفجأة ابتدى يلاقي نعم وأكل وشرب وحماية وبيته، يعني كل الصفات في المسيح. طيب فيسكن معهم، وإذا تبعه ولي الدم فلا يسلم القاتل بيده، لأنه بغير علم، أي هذا القاتل بغير علم، ضرب قريبه وهو غير مبغض له من قبل. ويسكن القاتل السهو ويسكن في تلك المدينة حتى يقف أمام الجماعة للقضاء، إلى أن يموت الكاهن العظيم اللي هو رمز للمسيح الذي يكون في تلك الأيام الرئيس الكهنة الموجود في تلك الأيام. بس يموت، ماذا يفعل؟ حينئذ يرجع القاتل ويأتي إلى مدينته وبيته، إلى المدينة التي هرب منها. فقدسوا، أي خصصوا قادش في الجليل في جبل نفتالي، وشكيم في جبل أفرايم، وقرية أربع هي حبرون في جبل يهوذا، وفي عبر الأردن أو في عبر أردن أريحة نحو الشروق جعلوا باصر في البرية في السهل من سبط رأوبين، ورامود في جلعاد من سبط جاد، وجولان في باشان من سبط منسة. هذه هي مدن الملجأ لكل بني إسرائيل وللغريب النازل في وسطهم، ليهرب إليها كل ضارب نفس سهوا فلا يموت بيد ولي الدم حتى يقف أمام الجماعة. شوف روعة النعمة وروعة التدابير الإلهية. لكن بذات الوقت بعدين رح نجيب سيرتها، إذا نسينا أرجو أن تذكروني. هم ستة بس في مدينة سابعة، يعني رقم سبعة هو رقم الكمال، هي إشارة للمسيح بكل معنى الكلمة، بس هذه معملها على الأواخر لو سمحتوا. إيه اللي ممكن نقوله من هذه القراءة حضرة الأسيس؟ شو اللي لمس قلبك بسرعة على هالموضوع؟ بصراحة هو المقطع ده كله يلمس القلب. نعم. الشيء اللي احنا لازم ناخد بالنا منه زي ما انا ذكرت في بداية الحلقة، ان هو هذا الشخص ضارب واحد سهوا، فهو لا يقصد ان هو يقتله. نعم. وبيفضل هذا الشخص يحاول يذهب لأقرب مدينة من مدن الملجأ. وانا اللي عايز يعني اكمل على كلام الأسيس نصيف، انه في عدد كبير جدا من الشراح يعني بيقولوا انه في اي نقطة وانت ساكن في اي بلد من بلاد اسرائيل، بعدك عن مدينة الملجأ عادة لا تزيد عن 30 ميل، ولازم الطرق تكون ممهدة، ويكون عرض الطريق على الاقل 22 ذراع او 14 متر، ولو في نهر يجب ان هو الواحد يعبره لازم يكون هذا النهر فيه جسر، والجسر ده لازم يتعمل له مينتنس باستمرار وصيانة باستمرار، ولافتات في كل حتة تقول مدن ملجأ مدن ملجأ، عشان واحد طول ما هو ماشي بيحاول يوصل ما يضيعش. طبعا هذا يصور لنا ازاي طريق الخلاص عشان الواحد يوصل لمدينة الملجأ ويحتمي سهل. بيسهل. ما انت ما واحد هو هربان، انت لو حاطط قدامه عراقيب انت هذا الشخص لا يمكن انه هو يوصل لمدينة الملجأ. الشيء الثاني انه هو اول ما يوصل يتم الترحاب به، يقبل به. واحنا يا أسيس جون ياما بنكون ما نعملش زي الشيوخ دول، يجي لنا واحد خاطي لا نريد ان احنا نقبله وسطنا. واحد عايز يجي يحتمي في دم المسيح، احنا نقعد الطريق ممهد، عايز يوصل وصل مدينة الملجأ واحنا عايزين نفرمله، عايزين نوقفه، نتسبب له بأعذارات. هو انت مش عارف ايه، طيب حياتك الماضية. سيدنا سهل له ان هو يدخل، واحنا مرات نقف في وجه هذا الشخص. الشيوخ هنا يعرض عليهم قصته، أنا خاطي، أنا قتلت واحد سهوا، أنا محتاج أن أنا أحتمي في هذه المدينة. أنا بس ما إحنا ممكن نتكلم عن هذا الأمر وكل واحد فينا يحفظ له كلمتين ونشكر الله على الحلقة، لكن أنا عايز نفسي أعلم نفسي عندما يأتيني شخصا عايز يحتمي في شخص المسيح ويأتيني لمدينة الملجأ عايز يجي يحتمي في شخص المسيح، أقبله
وقاتل. أي وقاتل، وهو هارب وتارك عائلته وتارك هو أهله، هو هارب علشان يجي يحتمي في شخص المسيح. أنا أفتح قلبي وصدري وكنيستي وبيتي له، أنا عايز أقبله. علما بين هلالين أحيانا بيكون في ناس مزورين طبعا وهذه شغلة الرعاة حتى ينتبهوا ويميزوا الناس المزورين. يس تفضل. طبعا يعني هو بدون شك، يعني أنا لسه كنت من فترة بتذكر شخصين كانوا جولنا في الجمعية من سنين، والحقيقة لغاية دلوقتي عايشين في شر غير عادي، لكن أول وهلة من مرة مرتين تحس إن هم فعلا تابوا، لكن هم عايشين في شر ومستمرين في شر. وطبعا ده موجود في كل الكنائس، يوجد ناس يعني بتيجي بتمثل بكده، وإحنا بس إحنا يعني وضعنا الروحي نستطيع إن إحنا يعني نحكم ولا يحكم فينا من أحد. لكن النقطة بس الوحيدة اللي عايز أذكرها قبل ما أدي فرصة للقسيس نصيف، إنه زي ما ذكرت أنا في بداية الحلقة إنه شرق الأردن دي كانوا 2.5 وبعد كده 9.5 في غرب الأردن، يعني منطقيا يكون عندهم أكتر، مفروض يكون أكتر. أوكي. مدن أكتر مفروض، يعني دول 2.5 حط لهم واحدة وحط 5 هنا، ما يعني المنطق كده. لكن الشيء الغريب لما أنت تنظر للخريطة في التوزيع، أنا ذهبت ونظرت للخريطة، تجد في شرق الأردن الجولان في الشمال، وفي المنتصف تجد راموت وباصر في الجنوب، على غرب الأردن تجد قادش، وبعد كده تجد شكيم، وبعد كده تجد حبرون في الجنوب، متوزعين بالتساوي. وده يورينا انه المسيح محبته زسام، ما يحط لكش هنا واحدة ما انتوا ما انتوا يدوب اتنين، وهنا حط 5 أو 6 ما انتوا كده، لا لا لا، محبتي وقبولي للصبتين ونص نفس محبتي وقبولي للتسعة أصباط ونصف. عشان كده دول 3 ودول 3، شمال وسط جنوب، شمال وسط جنوب. طبعا في معاني جميلة لهذه المدن، نعملها بعد شوي، ممكن بس نتطرق إليها بعدين. أمين. بس أنا بس كنت عايز أوضح هذه النقطة. ربي يبارك دكتور. أسيس نصيف، يعني النقطة اللي أثارها حضرة الأسيس نادر، هم 3 هنا لسبطين ونص، وهنا 3 لـ9.5. هل نستطيع أن نقول لأنه البعيدين جدا عن بيت الله محتاجين لنعمة أكثر ومعاملات أكثر وتسهيلات أكثر، لأنه بيبقى منطفي روحيا، مش روحيا، خلي أقول فاتر، إن كان روحي إن كان مؤمن أو إن كان شخص بعيد عن نعمة الله، هل فينا نقول هيك ولو بسرعة؟ شوف، هو المدن الملجأ يعني في سوري، خليني نكمل النقطة حتى أنا انتبهت أنه لازم حطها، لأنه لما جاء ملوك أشور أول الأصباط الذين سبوا هم الذين في الشروق، في جهة الشروق اللي هم 2.5، وهم كانوا معزولين عن طبعا لأنه الأردن في الشرق، فكانوا معزولين، وهم حتى لما امتلكوا الأرض أولا كان من وصية الرب اليوم أن يذهبوا أيضا وينجدوا إخوتهم حتى يمتلكهم أيضا الأرض ويكون معهم، ففي العلاقة. لكن الحقيقة السؤال ده بيحمل معنى كمان جميل أوي. نعم. في الوصية، لأن مدن الملجأ لمن؟ مدن الملجأ هي لكل قاتل سهوا من إسرائيل ومن الغريب المقيم أو النازل في وسطه، المستوطن عندهم، اللي هو الانتمى لهذا الشعب. فده يؤكد الفكرة بتاع حضرتك انه مدن الملجأ للجميع، لمن يحتمي اليها. لكن في ثلاث او في بعض الشروط للشخص اللي كانت تكون له حقية انه يكون هناك. اول شرط انه يكون قاتل، تخيل، يعني اول شرط انه يجري لهذه المدينة انه يكون قاتل ويعترف انه قتل، لانه يقف امام على باب المدينه ويعلن قضيته للقضاء او لشيوخ المدينه والشعب. فاول شرط حقيقي، وانه يجري بسرعه، يعني يجري بسرعه، لانه لو توانى ممكن اذا نال منه او اقترب اليه ولي الدم ممكن يقتله، وفي هذه الحاله يكون امر طبيعي، ودمه خلاص ودمه على راسه. ليه؟ لان هو لم ينجو لحياته، لم يهرب. خلينا نقول عنها متباطئ، وانا عاوز اقول دي فكره جميله. اولا، ما أكثر الناس اللي ربما الشرط الأول يكون واضح ليهم، أنا خاطئ، أنا قاتل، أنا أستحق الموت، لأن أجرة الخطية موت. فأنا خاطئ وأنا أستحق الموت وأنا إنسان بعيد، لكن
غدا أو للسنة الجاية أو بكرة أو متى حصلت على وقت أو بعدين سوف أذهب إلى يسوع المسيح، سوف أحتمي بيسوع المسيح، سوف تكون لي علاقة مع يسوع المسيح. فهذا خطر شديد جدا يهدد كثير من الأشخاص الذين يدركون احتياجهم للحياة وللنعمة، يدركون أن حياتهم بدون المسيح لا قيمة لها، يدركون أن الحياة فقط في المسيح. خلي بالنا من الحاجات دي رائعة جدا، لكن مشكلته أنه يعمل إيه؟ بيأجل. عشان كده كان في ترنيمة جميلة طلعت من سنوات، اوعى تأجل وتقول بكرة. يعني إيه الكلام ده؟ لأنه يا ما ناس أجلت، وقال أحدهم لبولس اذهب ومتى حصلت على وقت أستدعيك. ولما كلموا بولس على البر والقداسة والتعفف وقال فليكس الوالي، فقال له بقليل تقنعني، وإيه الآخر كلام اللي احنا عارفين. فالتأجيل واحدة من مشاكل الإنسان في هذا العصر. فأول شرط من الشروط هي السرعة، السرعة في الالتجاء إلى مدينة الملجأ. الشرط الثاني هو الإقرار بأنك يعني قبل ما تكمل حضرتك، بس في نقطة الموضوع مهم. لما بيقول الكتاب المقدس اليوم إن سمعتم صوته، اليوم يوم خلاص والوقت وقت مقبول، فإن سمعتم صوته لا تقسوا قلوبهم كما قس الشعب قلبه. يعني بمعنى ممكن أنت ممكن يدوب أنت تضمن اليوم. أنا عايز أقول يمكن حد بيسمعنا دلوقت، نعم، هذه هي فرصتك الحقيقية الآن. إذا الرب كلمك الآن واقتنعت أنك خاطئ وبدون المسيح ميت، فهي فرصة الآن لا تؤجل. أنا ربما أقول لك لا، توقف عن سماع البرنامج واركع صلي قدام رب وقول يا رب اقبلني غيرني توب. فهي فرصة حقيقية. إذا تأنيت من يضمن لك الحياة؟ من يضمن؟ الإنسان لا يضمن في حياته إلا اللحظة الراهنة. فالإنسان لا يملك الماضي لأنه انتهى ومضى، ولا يملك المستقبل لأنه المستقبل مجهول أو غير معلوم وهو في يد الله. الإنسان فقط يمتلك اللحظة الراهنة يعيشها، فاستغل هذه اللحظة. فالوقت وقت، الوقت وقت مقبول، واليوم يوم خلاص. إن سمعت صوته فلا تقسوا قلوبكم. فكان شرط مهم جدا جدا إن الإنسان يسرع ويسرع لنجاته. وهنا نقطة ثالثة، مسؤولية الإنسان في الخلاص. إحنا عارفين إن الخلاص إعداد وخطة إلهية، يا رب دبر الخلاص ونعمة الله تكفي الجميع. لكن الإنسان لديه وعليه دور أساسي، وهو يأتي للمسيح. كل من يأتي إليه لا يخرجه خارجا. فكان من شرط زي ما أشار الدكتور نادر على ما أتذكر في المقدمة، تكلمت أنه يقبلون هذا الشخص بالترحيب ويمدون له كل الأمور ويوفرون له الحياة، وكمان حتى الطرق المؤدية للمدن تكون ممهدة ومصلحة، وكأنه الرب بيعد كل شيء. فواحد، لابد أن تسرع لا تؤجل. اثنين، تقر بمذنبيتك وأنك محكوم عليك بالموت. ثلاثة، وده شيء مهم جدا، بأن تمارس دورك أو تقوم بدورك في الخلاص. الأمر الرابع وده مهم جدا، الثقة أنه في الملجأ حياة. لأنه من هو الملجأ؟ يعني العهد القديم يتكلم على شخص الله بأنه هو الملجأ. يا الله كنت لنا ملجأ عونا في الضيقات وجد شديدا. موسى يصلي في مزمور الشهير، الله لنا ملجأ دور فدور. المرنم، يا رب لي ملجأي، أنت ملجأي، أنت حصني. فالملجأ هنا الحماية والعناية والحفظ. فليست فقط أن الشخص يلجأ إلى المدن الملجأ وهنا نجا بحياته فينتهي، لا، ده هناك لك عناية ورعاية. وعليك أيضا في مدن الملجأ أن تلتزم بالحياة والمعايير الأخلاقية التي وضعها الرب. ونتكلم يمكن تبقى واضحة في معاني المفردات. فإذا في شروط هامة جدا في حياة الشخص الذي يهرب إلى مدينة الملجأ. أهمها أن تقر باحتياجك للنجاة والحياة. ثانيا، أن تسرع لنجاة ذاتك. ثالثا، أن تمارس دورك ومسؤولياتك بأنك تتحرك إيجابيا وتعرض قضيتك على شيوخ المدينة. ثم أيضا تعيش بموجب العهد الجديد أو العلاقة الجديدة أو مبادئ المدينة الجديدة، ومنها لا تخرج من هذه المدينة. يعني إيه معنى الكلمة دي الجميلة؟ ده مبدأ جميل. ما ياما ناس تيجي للإيمان وبعد شوية تعملوا إيه؟ يفلوا. صاحب اللغة بتاعت كنت تقولوا يفلوا. أو مثل ما قال يوحنا الحبيب، منا خرجوا وهم ليسوا منا، لأنهم لو منا يبقوا معنا. ففي ناس بيشوفهم كتير يا أخي، يجي يقول لك إيه؟ أنا قبلت الرب، أنا تبت، أنا بحتمي فيه، وده كلام جميل. لكن بعد أيام، ما فيش شهور، تدور على الأخ فلان أو فلان وما تلاقوهمش. وفي سنين، أنا كنت هذا الأسبوع الأحد هذا بتكلم عن يعني قضية هامة في حياتنا الروحية كلنا،
وهي أنه الحياة المسيحية تتطلب توبة بمعنى حياة مقدسة حقيقية. التوبة ليست شعار. التوبة إيه هي التوبة؟ مش حماس. مش حماسة، مش شعار. التوبة الكلمة اليونانية ميتانويا بمعنى تغيير اتجاه، يعني أنا ماشي في هذا الاتجاه، الرب بيعترض طريقي يغير حياتي ينقيني، أرجع للحياة الصحيحة والطريق الصحيح. هذا هو ينطبق على أيضا الهاربين لحياتهم في مدن الملك. الرب يبارك الأسيس. طبعا أسيس جبنا سيرة، في أشياء كثير حكيناها بس بدنا نحاول إنه جبنا سيرة موضوع إنه تثليث الطرق. يعني زي ما تقول هلا إذا أخذوا طريق سكوير هيك مربع فممكن المسافة تصير هيك هيك، بينما التثليث دائما بيجي يعني زي ما تقول بقصها أقصر أقصر أقصر, 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 أقصر الطرق أقصر. ربنا سهل كل شيء للإنسان، خاصة خلاص الرب يسوع المسيح. كل عقائد الأرض تعلم أعمل هذه وتلك، أعمل هذه وتلك، إلا الإيمان المسيحي، مش الإيمان التقليدي اللي بيعلمك لازم تعمل 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 تعمل، ومع إيمانك أنت ساعتها هون ربط إيمانك مع أعمالك وصرت أنت مثقل بأنك يمكن مخلص يمكن لا. لا، أنا أخلص بس أخذ الخلاص ساعتها مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة سبق قد سبق الله وأعدها لنسلك فيها. فإذن الموضوع موضوع أنه الطريق يكون جاهز ومسهل وهو إشارة للمسيح. وأنا حطيت عندي بعض القراءات، وفي العهد الجديد بيقول كتاب بلوقة 2 في أيام رئيس الكهنة جاء طبعا يوحنا المعمدان وكانت كلمة الله على يوحنا ابن زكريا في البرية، فجاء إلى جميع الكورة المحيطة بالأردن يكرزوا بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا، وبيقول كما هو مكتوب في سفر إشعياء، يعني هي نبوءة عنه إشعياء النبي، صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب اصنعوا سبله مستقيمة، كل واد يمتلئ وكل جبل وأكمة ينخفض. وكأنك عم تشوف صورة الطرق اللي جاهزة الطرق الممهدة ممهدة، وكل جبل وأكمة ينخفض وتصير المعوجات مستقيمة والشعاب طرقا سهلة، والغاية ويبصر كل بشر خلاص الله. أيوه. تفضل. أوكي. أشكرك يا سي جون، هذا يوضح لنا الخلاص. أنا أستطيع أن أنا أقول في هذا البرنامج هو السهل الممتنع. وكثيرون من الناس من كتر ما الخلاص مقدم مجانا، هو طبعا مقدم مجانا لأنه زي ما بيقول عليه في اللغة الإنجليزية invaluable. على فكرة كلمة invaluable في اللغة الإنجليزية تعني إن قيمته لا يمكن أن أنت تدركها، لا يثمن، لا يثمن، لا تقدر بثمن. نعم. وعشان كده لازم يعطى مجانا. يعني ما هو لو شيء ممكن يدفع ثمنه كان ممكن، يعني كان اللي عنده بيدفع، كان اللي عنده يدفع، واللي ما عندوش كان اللي عنده يدفع. وطبعا كلنا عارفين المأساة اللي كانت في القرن 16 وسكوك الغفران وخلافه. نعم. من هذا الأمر. لكن لا، وغير كده احنا هنروح بعيد لما سفر أعمال الرسل لما أتى واحد وكان عايز يقتني موهبة الله، سيمون السحر يقتني موهبة الله بدرهم. في ناس تقول لك لا، ما أنا لازم أدفع، ما أنا لازم أعمل، ما أنا لازم أسوي. في الحقيقة يا أخي الحبيب، أنت كل ما أنت عايز تعمل أنت لا تحسب لك الأجرة على سبيل إنها نعمة، لكن على سبيل دين، كأنك بتدين الله. وهذا ما فعله العشار وهو يواقف أمام الله كأنه بيدين الله. أنت شفت يا رب أنا دفعت كم؟ أنت شفت أنا أديت كم؟ أنت واخد بالك من الحاجات دي ولا مش واخد؟ صلاتي وأصوامي، صلاتي وأصوامي وعشوري وفلوسي و و و و. وفي ناس لغاية دلوقتي واقعين في هذا الفخ فسقطوا من نعمة الله. لأنه التعليم، بعض المسيحيين علموا هذا التعليم للأسف، وبصلي بكل قلبي أنه يصلحوا هذا التعليم لألا النفوس تهلك أو ترتعب من قوة المطلوب، لأنه الله كأنه طالب أمور يعني تعجيزية. لا، الله مش طالب، الله بيقول لك تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. المسيح يقول أنا أريحكم. أيوه. فعشان كده لازم يكون الطريق ممهد وسهل يا أخي الحبيب ويا أختي. لم يأتي المسيح ويعيش في أرضنا 33 سنة قاسيين، مش 33 سنة مرتاح فيهم، 33 سنة
قاسيين وينكر ويرفض من الكل ويعلق على الصليب، وبعد كده أنا عايز أزود على ده. إيه اللي ممكن تزوده؟ ما أنا بس عايز أعرف يعني أنا إيه اللي أنت ممكن تزوده وتعمله يا أخي الحبيب ويا أختي. الله قبلك في المسيح، أنت بس كل اللي محتاج أنك تقوله إني قتلت سهوا أو عمدا. إحنا عندنا بقى في المسيحية مش مجرد سهوا فقط، أنا عودت المستقيم وعملت كل شيء ضد الله، لكن حطيت ثقتي وتوبت توبة حقيقية. ما احنا الرب قبل توبتي، الرب قبل توبتي، بس لازم تكون صادق. ودم يسوع المسيح دم يتكفر من كل خطيئة، طهرنا من كل خطيئة. نعم. بس لازم يكون صادق، خد بالك سعيد. لانه في ناس يقول يا سلام طب ما انا اعمل، لا الله مش هينضحك عليه. ما انت بص، انت مش بتتعامل مع القسيس جون ولا مع نادر ولا مع القسيس نصيف، انت بتتعامل مع الله نفسه الذي يكشف كل خبايا القلب، فهو عارف اذا كان توبتك دي صح ولا لا. عارف اذا كان في نيتك زي ما قال القسيس نصيف تغير اتجاهك وتمشي في السكة دي، ولا ده بس لعبة انت بتعملها، ولا متأثر، ولا بس شوية مكتئب علشان كده تقول خلاص انا اصلح سلوكياتي شوية. لا، هذا تغيير يحدث في القلب. من قال انه بار فكل من يعمل البر مولود منه. يعمل البر معناه انه هو يحب انه يعمل البر، عايش في البر، عاوز يستمر في البر. إن قلنا أنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. نقتل الله، نعترف إن إحنا قتلنا سهوا أو عمدا. ده الحلو في المسيحية، إن أنا ممكن مرات خطايا السهوات من يشعر بها، حاجات أنا ما خدتش بالي، وفي حاجات عمدا أنا عارف إنها غلط وارتكبتها، لكن الله قبلني في شخص المسيح. المهم إن أنا أؤمن تماما بان ما عمله المسيح كافيا لاجلي. أمين. على الصليب. الرب يبارك شكرا جدا. احبائي معنا الاخت نهال من انجلترا على الهواء. اخت نهال الرب يباركك، اهلا وسهلا بحضرتك، تفضلي. سلام ونعمه يا حضره القسيس. سلام ونعمه، برحب بحضرتك وقدام الرب المباركين، حضره الدكتور القس نادر وحضره القسيس نصيف. وبجد مش قادره اشكر الرب، بجد عايزه اشكره من كل قلبي من اجل حضرتك يا أسيس جون، لأنك بجد بتعمل لنا استنارة لمواضيع كتيرة قد تكون مبهمة لعدد كبير مننا. بجد الرب يعوضكم جميعا تعب حضرتكم أضعاف أضعاف باسم يسوع. بدي لك شغلي، الرب يباركك حضرتك، أنت أثرتي موضوع. هذا الشيء بيخلي المسيحيين اللي هم جاهلين في أمر الكتاب المقدس وخاصة العهد القديم يشوفوا الدرر والكنوز الموجودة في الكتاب المقدس في العهد القديم الذي يشير للمسيح، يشير صارخا للمسيح. تفضلي. صح حضرتك، يعني بجد well done، لأنه في ناس كتيرة ما بتهتمش أساسا بالعهد القديم وبيكتفوا بالعهد الجديد، بينما اللي حضرتك بتقوله مليان درر. وشكرا للتوضيح والتبسيط اللي عملتوه حضراتكم، لأنه بصراحة الموضوع يبدو من الخارج أنه مكلكع بلغتنا المصرية أو معقد. فخليني أقول باختصار اللي فهمته وأدخل منه على سؤالي، لأنه يعني في الإعادة استفادة. حضراتكم قلتم أن القتل سهو، الرب وضع لي تشريع إلهي أنه يذهب إلى مدينة الملجأ القاتل يعني وينجو من العقاب، وهذه وصية إلهية وليست من فكر أو اختراع موسى أو يشوع. وحضراتكم أضفتم وقلتم أنه المغزى إن الله بيعطي فرصة أخرى بالرغم من فداحة أو فظاعة أي خطية عشان يكون في نجاة أو حياة مرة أخرى. طيب السؤال اللي لازم نتعرض له، مين اللي كان بيحكم إنه هذا القتل كان سهواً؟ أو إيه المقياس اللي كانوا بيحكموا بيه رؤساء الكهنة؟ لأنه بصراحة الدوافع دي داخلية، الانتنشنز لا يعلمها إلا الله وحده. وبعدين قبل كده كمان تعرضنا ان المسيحيه ما فيهاش صغائر وكبائر، لكن سمعت الدكتور نادر في المقدمه بيقول انه جريمه القتل من الكبائر، فلو ممكن التوضيح اكتر حتى لا يساء الفهم، لانه معلش احنا العرب. هو الدكتور قال انه يعني اجره الخطيئه هي موت، اي ثينك مش هيك؟ مش انا عارفه ان هو ما يقصدش، بس عشان ما تنسبش ثغره لحد الان. بصراحه احنا العرب بنمشي
أو بنفوت خطية الكذب وبنستهين بيها، ويمكن كمان بنبرأ الشخص الكذاب ونقول معلش دي كانت كذبة بيضة. لكن لو اتكلمنا عن حد قاتل بنتخط ونقول فلان ده قاتل، يعني مع أن ممكن أكون أنا بين قوسين قاتل لسمعة أخويا في الكنيسة بالنميمة مثلا، فأنا قاتل في نظر الله. وعلى حسب النور اللي وصل لي من كلمة ربنا أن الكذابين مذكور عنهم صراحة أنهم لن يدخلوا السماء، وأن القتل والكذب في نظر الله exactly the same زي بعض بالضبط. ربي باكك ربي باكك. هو بالحقيقة هو بالحقيقة أخذت بالحقيقة أخذت نهال أنا عم بتحدث معك لأنه بتجيبي مواضيع وكمان بتصيبي. قصة إنه بالعهد القديم كان القاتل سهوا هو اللي إله حق بس ينجو من شو اسمه. بالعهد الجديد كل خطية عملناها أجرتها موت أبدي، هيك الكتاب المقدس بيقول. لأن أجرة الخطيئة هي 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 موت، أما هبة الله هي حياة أبدية في المسيح. بس القصة وين يا أختي؟ نحن في العهد الجديد المسيح قالنا كل من يبغض أخاه أو كل من يغضب على أخيه باطلا فهو قاتل نفس. أوكي. وكمان كده، وأنا بقوله حتى سمع المؤمنين اللي عايشين بالفوضى. وبعدين في عندك مؤمنين يا أختي أو مؤمنات يصطاد أخوه أو أخته بأي طريقة، يعني بس المهم يصطاده تيسجل عليه نقطة ويذبحوا فيها ذبح. ودي نقطة كمان جريمة جدا ممكن نتكلم فيها مع الأساس بصير كمان يوضح لنا إياها، لأنه ده موضوع القاتل سهوا غير القاتل متعمدا. فرح نجي عليها. تفضلي 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 لو شكرا سمحت. حبيبي على التوضيح. طب آخر حاجة بالنسبة لتقديم التوبة أو عدم التسويف أو التأجيل اللي أثرها حضرة الأسيس نصيف، لأنه ببساطة العمر مش مضمون والموت مش بيستأذن حد. فعامل السرعة هنا مطلوب، وصفحات السوشيال ميديا مليانة بناس كتيرة ماتوا في غمضة عين دون سابق إنذار، لدرجة أن بعض المعلقين كتب قال هو احنا في زمن الاختطاف ولا إيه، عشان كلهم شباب. عشان كده عايز أسأل سؤال ممكن يبدو أنه سؤال ساذج لكنه محتاج لإجابة من حضراتكم. في بعض الكنائس الطقسية بنسمع عن أهمية الاعتراف بالخطية وتقديم التوبة. طيب أنا لو أنا بجد مؤمن حقيقي للرب وكنت بقع وأقوم أخطي وتوب، لكن للأسف انتهت حياتي بسبب أني حصل لي حادث مفاجئ أدى إلى موتي في الحال، ويعني أنا قبلها كنت عامل خطية وما لحقتش أعترف بيها ولا أتوب عنها، فما هو مصير الأبدي من وجهة نظر الكتاب؟ أرجو التوضيح والرب يبارك. ربي يبارك. سألت كتير نقاط، هلا أنا كيف بدي أحدد له إياهم للأسيس نصيف والأسيس نادر؟ طيب اللي ربي يبارك أختي، اللي بيحط الرب على قلبك المواضيع اللي سمعناها، والأسيس نادر كمان إذا بيحط الرب على قلبك نقاط. في البداية شكرا لأختنا نهال، لأنه فعلا أثارت موضوعات مهمة جدا. مين اللي يحدد ان ده قتل سهوا او قتل عمدا؟ حلوه حلوه عجبتني. لانه اي حد هيجري للمدينه يقول لك انا قتلت ويحتم بيها، فهل له حياه؟ بالطبع لا، لانه هو يهرب اولا الى المدينه وينجو بها الى ان يقف امام قضاه او شيوخ او حكام هذه المدينه. انا رايتين الايه الاولى نلاقيها في سفر يشوع 20، ويقول في آية 4 فيهرب إلى واحدة من تلك المدن ويقف في مدخل باب المدينة ويتكلم بدعواه، يقول يا جماعة أنا حصل معايا 1 2 3 4 في شيوخ، في أذان شيوخ تلك المدينة، فيضمونه إلى المدينة ويعطونه مكانا للسكن معهم. ودي أول نقطة. فالأول يجي وقف على باب المدينة كساحة كمحكمة بمعنى صح، لأنه كان دائما يقعد قدام باب المدينة القضاء ويعملوا القضاء اللي هي الباب الخارجي، فهنا ويحكي قضيته. ولابد أن الشهادة بحكم القتل تكون على أكثر من فم شهاد، مش شخص واحد يحكم أنه هذا هو قتل سهوا. ونلاقي بقى القصة دي، إيه العلامة الثانية أنه ده قتل سهوا؟ إذا كان هذا القتل بغير علم ضرب قريبه، أو هو غير مبغض له، يعني أنا صديق لي وأنا بشتغل في الحقل مثلا الفاس بتاعي وأنا بضرب طار خبط حد مات أو حجر أو طوب أو أي شيء ما، إذن بغير علم ضرب قريبه بغير بغضة أنا مش بكره. وهنا يربط اللي بيربطه العهد الجديد أنه كل من يغضب على أخي فيه هو قاتل النفس. فالقتل يبدأ بالبغضة، يبدأ بالعداء والكراهية، فهنا بغير مبغض له. دي نمبر 1. يقف كمان مش بس كده، يسكن في تلك المدينة
حتى يقفوا أمام الجماعة للقضاء، فالجماعة تحكم عليه، آية 6 يشوع 26 آية 6، يقفوا أمام الجماعة للقضاء إلى أن يموت رئيس الكهنة. لما نأخذ النص الموازي في سفر العدد يضيف لنا يعني إيه القتل السهو، يقول لنا القتل السهو أو أي ضربة بيد بعداوة فإذا هي قتل عمدا، لكن إذا كان دفعه بخدة فجأة، اتنين بطريقة ما يمزحون معا بأي شكل من الأشكال ودفع صديقه وقع مات، مش وده حياة الإنسان ممكن تحصل في أي صدمة من الصدمات زي كده. يقول الكتاب إيه؟ أو ألقى عليه أداة ما بلا تعمد، وهو بيرمي حاجة بلا عمد، هذا الشخص يقول يحصل معه كده، أو حجر إلى آخره بلا رؤية، مش شايف، بلا رؤية هو مش شايف، أسقط عليه وهو مات، ليس عدوا له أو ليس طالبا أذيته. شوف كل دي شروط، مش 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 مش, مش مجرد يا جماعة أنا قتلت سهوا قبلوني أنا، لا، ده أنت هل في بينك وبين هذا الشخص عداوة مسبقة؟ لا. هل بتكرهه؟ لا. هل رأيته عندما ألقيت عليه الحجر أو الأداة؟ لا، بلا رؤية. هل كنت مبغض له؟ هل دفعته وأنت تعلم؟ بلا علم، إلى آخر هذه الكلام. بعدين يقول تقضي الجماعة، إجابة سؤال أختنا نهال، من الذي يحكم؟ تقضي، أي 24 من عدد 35، تقضي الجماعة بين القاتل وبين ولي الدم حسب هذه الأحكام. فإيه اللي أنا عاوز أقوله بكلمة حسب هذه الأحكام؟ هناك كانت مجموعة من الأحكام والشرائع المعمول بها في تشريع مدن الملجأ، فليس أي شخص يقول أنا قتلت قتلا سهوا. هنا يدينا نقطة تانية أصردها برضو أختنا النهال، وهو إحنا ما عندناش زي ما أشار وكلنا متفقين ما عندناش كبار وصغار، لأن الخطية ضد الله، الخطية خطية، ومن حتى العهد القديم يقول من أخطأ في واحدة فقد صار مجرما في الكل، ولأن الخطية هي موجهة ضد قداسة الله، والله قدوس لا يقبل الشر ولا يقبل الخطية، فالخطية تستوجب الموت. طب إيه معنى مدن الملجأ مرة تانية؟ أنا بقول مدن الملجأ هي إشارة إلى نعمة الله التي تقبل الإنسان الخاطئ والتاب. لماذا؟ على أي أساس؟ على أساس عدل الله، على أساس حكم الجماعة، على أساس رئيس الكهنة الموجود، ويبقى الشخص ده في مدينة ملجئه إلى أن يموت رئيس الكهنة. وده اللي بيقوله هارا الآدي قبل ملحبين بتتابع النقطة هذه. تفتكر أنه لابد في تدخل إلهي بكشف الجريمة بأنه أعطاء روح تمييز للشيوخ والقضاة؟ لأنه الرب قال إذا عسر عليك أمر في القضاء تصعد إلى المكان الموجود فيه الكاهن الأعظم والكهنة اللي بيعرفوا الشريعة، وهونيك الله بيكشف. ما هنا في هو يقف أمام الجماعة ثم يقف أمام رئيس الكهنة. في تدخل إلهي لكشف يعني نحن الآن عندنا سكانينج وعندنا شغلات وعندنا تسجيلات وعندنا أوكي، بس بالماضي في إعانة مباشرة من واضحة الرب. طبعا من الرب يعطي إرشادا وحكمة ونعمة، لا شك في هذا، لكن كمان والجماعة ليس شهود كمان، وليس حكم فرد لكن حكم جماعة. وفكرة طب يعني خلينا نفكر، لأن القضية أوسع بكتير، كيف يعلم الشخص رئيس الكهنة اللي هو مقيم في المدينة دي أو الجماعة اللي واقفة إنه إكس اللي جاي أو مستر جيمس أو أي شخص اللي جاي ليا أو نفتالي أو فرايم أو أي شخص اللي جاي اللي بقى اسمها العهد القديم جاي ويحتمل في المدينة ده قتل قتل السهوان؟ إجابة إنه لابد من تقص حقائق، بمعنى بيسألوه الشخص اللي مات أنت تعرفه، بيجيبوا ولي الدم وبيسمعوا قصته، بيسمعوا اللي مات ده إيه، وهل أنت هل في عداوة بينهم ولا لا، يعرفوا إزاي، هل في عداوة مسبقة ولا لا، هل في بغض ولا لا، هل في I think كمان لازم يعمل قسم أمام الله طبعا، لأنه مش سهل أنك تقسم أمام الله على كذب، يعني لأنه في مسؤولية، مش مسؤولية. وهنا ده بيأكد لنا فكرة جميلة اللي في رومية 5-8 لما بيقول الله بين محبته لنا إذ ونحن بعد خطاء أداء نحن أموات، مات المسيح لأجلنا فبالأولى ونحن متبررون بدمه نخلص به من الغضب الآتي، لأنه إن كنا ونحن بعد أعداء صلحنا مع الله بموت ابنه فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. فأنا عايز أقول ده معنى الخلاص بحياة رئيس الكهنة. ليه ارتباط الشخص المقيم في المدينة ده يعطوا له سكن؟ خلي بالك مش بس يقبلوه ويدوه يعني يدوا له سكن، يعني زي أيامنا هنا فعلا في أستراليا يدوا له سكن، وزي ودي حاجة جميلة نشكر البلد هنا، يعني الناس بتسمعنا في بقاع العالم المختلفة، احنا بنشكر رب لأجل هذا البلد إنه لما بيجي شخص لاجئ من دولة أخرى من أي في منطقة عنف أو نيران
الإيران أو منطقة ملتهبة أو حياة مهددة أو اضطهاد ديني أو سياسي أو أي حروب، وبيلاقي هنا في حماية ورعاية، وبيلاقي في سكن، وما هو بينزل من الطيارة، وفي يعني بايمنت من السنتر لينك، وبيلاقي حماية، أمور كثيرة جدا. مع الفارق في التشبيه، هذا الشخص الهارب إلى مدينة الملجأ يجد حماية يحمونه يعتني به، ثم يجد مأوى سكن، السنون وجدت عشا له، ويجد في شخص، وهنا اللي بكتاب اللي يقول عن علاقة السكن تحت ظل جناحته جناحيه اشتهيت وأنا أجلس. جميل جدا هذا المعنى، معنى الحماية في شخص الرب، معنى يجد حياة، فهو يجد حياة، يجد عناية، يجد حماية، ثم أيضا يجد يعني شركة ودفء من الجماعة في هذه المدينة. آمين. الرب يباركك، نقاط رائعة جدا يا حلوين، يعني يا ريت معنا وقت طويل، موضوع حلو بس موضوع حلو جدا. دكتور طبعا الأخت نهال حكت أشياء كثيرة، شو اللي ممكن تعلق عليه بسرعة ونتابع موضوعنا؟ أنا الحقيقة ما كانش المايك بتاعي شغال، أنا يدوب آخر سمعت من ساعة ما هي قالت إن الدكتور نادر يوضح إيه موضوع الكبائر ده، لكن قبل كده ما سمعتش. لكن خلص الرب سمعك الموضوع ده والأسيس نصيف جاوب عليه. ونحن بنؤمن إنه في العهد الجديد مش بس نحن يعني زي ما تقول عملنا خطايا بطريقة زي ما تقول سهوا، لا نحن عملنا خطايا والرب رحمنا، لأنه يعني رئيس كهنتنا الأعظم المسيح في العهد الجديد يختلف عن وضع الرئيس القديم. حاليا نحن لو أخطأنا ولو عملنا كل شيء، الكتاب المقدس بيقلنا دم يسوع المسيح ابن الله ابنه يطهرنا من كل خطية، بس على شرط مرتبطة بالتوبة، وحضرتك قلتها والأسيست قالها. طيب النقطة الثانية اللي لازم نحن بسرعة قبل ما ننساها، في ست مدن بس بدنا نحن المدينة السابعة، لأن المدن الأولى اختفت تدمرت راحت، فلو واحد بده يهرب إليها حاليا مش موجودة. فإذا لابد في مدينة تستعيض عن الجميع، تغطي الجميع، ومش بس موجودة كانت في أرض إسرائيل أو أرض فلسطين، لكن هي المدينة التي من في كل مكان تقدر توصلها. مزبوط. إن آمنت بقلبك واعترف بفمك بالرب يسوع المسيح أن الله أقامه من الأموات كابن الإنسان خلصت. صح. رومي 10. اللي عايز أقوله يا سيس جون في هذا المقطع إنه كان لازم عدد المدن يكون 6، عشان ده لازم يترك لنا مجال إن إحنا نفكر في الكامل الذي يكمل. رقم سبعة في الكتاب المقدس هو رقم الكمال، فكان لازم يكون العدد هذه المدن 6 بالرغم من جمال وروعة هذه المدن. بس أنا عايز أقول بس نقطة كده يعني كان نفسي أذكرها، إنه معاني كلمات هذه المدن الشيء الغريب تتوافق مع الحالة الروحية اللي فيها كان شعب إسرائيل الذين هم في شرق الأردن والذين هم في غرب الأردن. إحنا زي ما عارفين الناس الذين توقفوا عند شرق الأردن دول الناس اللي هم كان ليهم رعاة، كانوا هم رعاة غنم وعندهم مواشي كثيرة، وقالوا خلاص احنا وجدنا هذه الأرض عايزين نقعد فيها. ما كانش ليهم الرغبة ان هم يروحوا ويستوطنوا في غرب الأردن، يعبروا الأردن. ما بالضبط ما كانش عبور الأردن له علامة مهمة. عبور الأردن ده شيء مهم. ان احنا ازاي ان احنا نعبر الاردن ندفن ونقام مع المسيح رمزيا شيء جميل لم يختبره اللي هو رأوبين وجاد ونصف سبت منسى. انا عايز اقول انه في مؤمنين حياتهم مثل سبت رأوبين وجاد ونصف سبت منسى، مؤمنين التهوا بالمواشي. بالضبط مؤمنين بالاملاك. بس انت تقول له ايه، ازيك يا اخ نادر، يقول لك نشكر الله الاولاد كويسين والبيت قربت خلاص اسدده كله ويدوب حطيت ديبوزيت على سياره جديده. هذا كل ما يملا فكره كل امور هذه العالم. عشان كده تلاقي الشيء الغريب انه الاسماء بتاعه المدن التي هي شرق الاردن، الجولان اللي هي السعاده، راموت الاماكن المرتفعه، عايز يعيش في اماكن كده يعني عاليه،
باصر الأمل، عايز بس أنا بس نفسي ربنا يستر عليا السجون بس، ده كل نفكر فيه يعني، وربنا ما يديليش يوم وحش، ومش عايز أشوف بنتي، مش عايز، ولازم حصل لي كم دولار حتى أنا أكون بأمان يعني. بالضبط، وده كل ما يشغل ذهنه هو هذه الأمور، شغله وبيته حولاته أولاده أحفاده وكده. عكس بقى المدن التي هي في غرب الأردن، تبدأ بقادش، المقادس، قادس إنه اللغة العبرية فيها كثير قادش. من ناس عايزة تعيش في قداسة حقيقية مع الله، عايزة تعيش إن الله يفضل يصنفر فيها ويغير فيها عشان تعيش في قداسة. شكيم الكتف، القوة، ناس عايزة تعيش في قوة مرتفعة، تمشي على مرتفعاتها زي ما كان بيتكلم حبقوق، يعني حبقوق كان بيتكلم في كده، يمشيني على مرتفعاتي مع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمله في الكروم، يكذب عمل. كلنا عارفين الحكاية دي اللي مكتوبة فيه. ناس أمور هذه العالم يعني مش مأثر عليهم. وعلى فكرة في كثيرين من المؤمنين الأتقياء عايشين كده، يخسر يكسب، يقول لك بدام أنا عايش في قداسة مع الله هذا هو ما يهمني. حد كده المدينة الثالثة وهي في الجنوب هي حبرون الشركة، قرية أربع. على فكرة أربع ده هذا ليس الرقم لكنه اسم، هي حتى بالعبرية قرية هرجة اللي هي قرية أربع، وهي حبرون التي هي الشركة. ناس عايشين في قداسة، عايشين في شركة، عايشين في قوة روحية مرتفعة. وأرجع وأقول بعد كده يوجد لنا الملجأ، الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا. اسم الرب برج حصين، أمثال 18 عدد 10، يركض إليه الصديق ويتمنى. هو المدينة السابعة الكاملة اللي بتدي الأمان وبتدي الأماكن المرتفعة وبتدي الفرح وبتدي القداسة وبتدي وبتدي وبتدي. طب السؤال، إذا كان يركض إليه الصديق ويتمنى، وين يركض، وين مكانها يعني؟ لما بيقول اسم الرب برج حصين، وين هذا البرج موجود؟ مش على الأرض يعني زي ما تقول، مش كده؟ طبعا بدون شك ده أمر روحاني معنوي سماوي. وزي ما كان بيركض هنا والقاتل عشان يوصل كده، احنا نركض لإلهنا حتى ما بالإيمان. بالإيمان نسلم نهرب إليه. يعجبني مثلا في لوقا 19 لما الرب قابل زكا. هذه القصة بالرغم أنها بتذكر في مدارس الأحد لكن ليها معاني أنا بحبها جدا، ليها معاني كثيرة. أسرع وانزل، وده رجل غني على فكرة، غني 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 يعني كان زي ولد صغير متواضع. بالضبط، مش محتاج أي حاجة. لأنه في ناس كثيرة بتتهم المسيحيين، أو أنت أنا عايز أنت عايز تيجي لربنا علشان يعني يحافظ عليك ويحافظ على كده، زي فكر الشيطان لما كان بيكلم أيوب، أمجانا هل هو مجانا بيتقي أيوب الله، أليس إنك سيجت حوله كده. لا، الحقيقة هذا الشخص كان بالرغم من غناه، أي غناه الجسدي، كان فقيرا وعايز يوصل، عايز يوصل للمسيح حتى ما يملأ الفراغ الذي هو فيه. نعم. توبة حقيقية، خلاص تغيير حقيقي. أنا تيجي أنت يا سيد تبص عليا وأنا فوق، ما فيش حد واخد باله، وده حتى لو عاد خد باله يقول يا رب ينزل تتكسر رقبته، واخد لأنه كان رئيس العشرين، كان رئيس عشرين، يا رب ده ينزل كده. لا، ركض وجد المسيح، ملأ هذا الفراغ الذي فيه، ده اللي احنا بنقصده. يس، امين، ده اللي احنا بنقصده. طيب، فاذا خلينا نتابع قصة المدينة السابعة، اذا في نقطة اضافية وبعدين بنكمل النقاط الاخرى. تفضل. الحقيقة المدينة السابعة زي ما قال الدكتور نادر، اسم الرب برج حصين، شخص الرب يسوع المسيح، هي المدن كلها، الست مدن كلهم هم اشارة ايضا الى شخص الرب. فالستة اللي هم فيهم، وستة يعني طبعا نشير حتى رموت اللي قرأناها اللي هي مرتفعة، رفعة، 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 هو المسيح. إشارة للرفعة في الرب. فإذا بصينا للمعاني، يعني المعاني جميلة واستفاض بها الدكتور نادر يعني باستفاضة جميلة جدا، لكن المعاني في قادس القداسة أو في رموت الرفعة أو في جولان الفرح والاتساع أو في باصر الأمان والحصن والحماية أو في شكيم الكتف والقوة، والمسيح جاب الخروف الضال على كتفه، هذه هي صفات التي لنا
لنا في المسيح، لنا فيه قداسة وبرا، لنا فيه قوة ورفعة وعزة، لنا فيه الفرح، فرح الرب هو قوتنا، لنا فيه الحصن والأمان والمعية. لكن كمان لاحظ معايا المعاني مرتبطة بنوعية حياة. إذا كان دكتور نادر أشار ليها بنوعية الحياة قبل الالتجاء للمسيح، سواء بالمقارنة بين الغرب والشرق، لكن هذه المدن عامة تشير إلى نوعية الحياة، لطبيعة الحياة الجديدة التي ينبغي أن الشخص يحياها. فالشخص الذي يأتي إلى مدينة الملجأ هو لابد أن يحيا حياة مقدسة، حياة نقية، مش هو قاتل برا وجاي يحتمي في مدينة فينزل، لأنه دي مدن للكهنة بالضبط، دي مدينة مقدسة، دي يعني مدينة دول بيصلوا، دول مفروض يصلوا، فهو مفروض ممكن لأنه بهالأيام ما بتعرف مين متدين. لا قصدي هالأيام ما بتعرف حتى رجال الدين، ما في منهم عم بيخربط بيخربط كثير. أنا أفهم معناك وهذه مزحة جميلة يعني. لا هي طبعا زي ما حضرتك بتقول إنه المفروض أو يعني يفترض في هذه المدن، وهي مدن فيها مدينة فيها رئيس كهنة ومدينة فيها كهنة ولويين وقدام وقضاة، مدينة الحياة فيها مختلفة. فعايز أقول للشخص اللي بيأتي لحياة المسيح، يحتمي في المسيح، الحياة ينبغي أن تكون حياة مختلفة، حياة قداسة، حياة رفض الخطية، حياة رفض الشر. مش معنى أن الرب قبلني وأعطاني مكانة وقيمة ورفعة وعز فمعناه أن أعود لأركان العالم الضعيف والحياة الضعيفة، لكن معناه أن نعيش حياة قداسة حقيقية كل يوم. كمان حياة فرح. العالم النهاردة بيسعى جاهدا على مصادر الفرح والسعادة، وهناك من يبحث عن الفرح في مركز أو وظيفة أو جاه أو أمور، بينما السعادة والفرح الحقيقي في العلاقة مع الرب هو اللي هو المكتوب عنه فرح الرب هو قوتكم، افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا. فرح العالم إلى لحظة قد إيه قلب اتكسر، وأنا أشوف على عشارة أختنا نهال على شاب يعني في يوم زفافها وهي ترتدي ثياب العرس الجميل، وهي أعرف هذه الأسرة وأعرف أقربائها أصدقائها ليا خدام، وهي في طريقها للزفاف بعد أن تتمم كل الأمور وبتاخد الفوتوسيشن بتاعتها، الصور والتصويرات والجميل، وفي الطريق للإكليل أو في الطريق للويدنج بتاعها في الفرح والزفاف، وتفارق الحياة بلا مقدمات، يعني دبحة قلبية مثلا غالبا. وهنا يعني طبعا احنا مش لا نعلم ايه التقرير الطبي ايه، لكن الكل بيقول انه هبوط حاد في الدورة الدموية، ربما أزمة، ربما مشكلة معينة، لكن وفي عز الشباب، في ريعان الشباب، في ريعان الشباب وتفارق الحياة في 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 في, في, في أماكن كثيرة. ايه المعنى هنا؟ ايه معنى انه حياتنا على الأرض ليست مضمونة الا في شخص الرب. فإذا الفرح الحقيقي في الرب، القداسة الحقيقية في الرب، الشبع في الرب، الشركة الحقيقية مع جماعة المؤمنين ومع شخص ربنا، ده اللي بيدي الحياة طمأنينة والأمان. إحنا بنعيش والكتاب يقول به نحيا ونتحرك ونوجد، فإن عشنا فنحن للرب، وإن متنا فنحن للرب، إن عشنا وإن متنا فنحن للرب. معنى تاني مهم جدا على نوعية هذه الحياة، إنه الحياة، ويمكن نقطة جدلية أو نقطة شوية فيها تفكير مختلف. تخيل معي لو شخص قاتل سهوا ذهب إلى مدينة وكان فيها رئيس الكهنة مسن، محظوظ بيكون. يعني حيموت بكير. يعني تخيل معي، يعني طبعا أو شاب كارثي. لو شاب هيقضي طول حياته في هذه المدينة إيه لا يخرج منها. إذا خرج منها في أي لحظة وصادفه ولي الدم، حتى وإن كان قتل سهوا، لأنه حتى وإن كان قتل سهوا حمايته مرتبطة بحياة رئيس الكهنة، الكهنة اللي في المدينة دي، فلا يخرج منها. طب وإذا خرج منها وصادفه رئيس، لا سوري، هو الكاهن الأعظم ممكن يكون مثلا بأورشليم، مش إنه أي كاهن، لا هو الكاهن الأعظم اللي هو رمز للمسيح، المسيح. فإذا لا يخرج منها إلا موت رئيس الكهنة لما يموت. فإذا إذا جاز التعبير دي كمان مش مزحة، دي يعني أمر مضحك مبكي. يا رب يموت رئيس الكهنة حتى نرجع على بلادنا، على بلادنا ده منطقية. وليلة طب هو مضحك مبكي، لكن ده اللي حصل لنا. هو لولا موت يسوع المسيح على الصليب، أنا وحضرتك كنا موجودين هنا.
ولولا موت يسوع المسيح على الصليب الذي بموته أمات الخطية وأمات الموت، الذي بموته بدد ويقول كده أن أجرة الخطية موت، أما هبة الله فهي حياة أبدية بيسوع المسيح، كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا إلى آخر قصص الآيات الجميلة بتعلمنا على قيمة الفداء. هو لولا حمل الله الذي رفع خطية العالم ورفع خطياتي كنت أنا موجود. لنا رئيس كهنة، ويقول الكتاب عنه في رسالة العبرانيين، فإذ لنا رئيس كهنة قد اجتاز السماوات يسوع المسيح ابن الله فلنتمسك بالإقرار. إذ لنا ليس لنا رئيس كهنة غير قادر يرثي لضعفاتنا، حياتنا مرتبطة بحياته الأرضية، لا، إحنا لنا رئيس كهنة مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية، فلنتقدم إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة وعونا في حينه. فأنا عاوز أقول حياتنا مرتبطة بحياة رئيس الكهنة، ومرتبطة بشخص طبعا يسوع المسيح رئيس كهنتنا الأعظم واسقف نفوسنا. فدي نقطة مهمة جدا. هذه المدن تدل على نوعية الحياة. إذا هختم كلمتي أقول بعبارة واحدة سريعة، الشخص اللي بيجري المسيح، اللي بيحتمي في المسيح، اللي بيحتمي في رئيس الكهنة الأعظم، اللي بيحتمي في عمل الفداء، هناك نوعية حياة جديدة ينبغي أن يسلك فيها، هي تتميز بالقداسة، تتميز بالفرح الروحي العميق، تتميز بالقوة والعزة وحياة الرفعة وليست في الانحطاط والإخلاقي، وهي أيضا حياة الشركة العميقة اليومية مع شخص الرب. أمين. الرب يباركك محبوب. يا أحبائي نقطة حلوة أنا أوضحها، أحيانا نحن لما بنحضر فيلم آلام المسيح بتصير فينا بغالبيتنا، مين ما عم يحضر بيشوف المسيح عم يتعذب جدا، فنحن بنقول يعني يا ريت ما يموت، يا ريت يخلص وينجي نفسه، لأنه هو القادر، هو يستطيع أنه ينفخ نفخه وينجي نفسه. لكن بالمنطق بحسب الكتاب المقدس لو إن لم يمت المسيح ويقوم نحن بعدنا بخطايانا كما قال الكتاب المقدس، والقديس بولس العظيم الرسول العظيم ذكرها بكورنثس الأولى 15، بيقول لك يعني إنه المسيح لو لم يقم المسيح نحن بعدنا بخطايانا وإيماننا باطل، باطل باطلة كرازتنا، باطل إيماننا، نحن بعد في خطايانا. فنحن لما بنشوف المسيح عم يتعذب بنقول يا ربي ما بدنا اياه يتعذب، بس اذا المسيح ما تعذب ومات لاجلنا ما قلناش خلاص. ده اللي عم تحكيه مدن الملجا، مدن الملجا عم تحكي بنفس الكيفيه بس باسلوب يمكن هيك مختلف شويه، انه لازم يموت رئيس الكهنه حتى اللي هارب يرجع الى بيته ويتحرر ويعيش حياته الطبيعيه. تحب تزيد نقطه على هالموضوع؟ ندخل على النقاط الثانية، يعني في نقاط ثانية مهمة. ادخل على النقاط الثانية لو عايز. النقاط الثانية أنا مرقت عليها قليلا بس بدي أرجع أقرأها شوية بسرعة. برومي 10:5 بيقول لأن موسى يكتب في البر، أي يعني بشأن البر الذي في الناموس أو الذي بالناموس، إن الإنسان الذي يفعلها سيحيا بها، بتنفذ وصايا الله الناموسية تحيا، تكسر واحدة أنت مجرم في الكل، يقول الكتاب مش أنا. وأما البر الذي بالإيمان، مش بالناموس، البر الذي بالإيمان، فيقول هكذا: لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء أي ليحضر المسيح، أو من يهبط إلى الهاوية أي إلى القبر أي ليصعد المسيح من الأموات، لكن ماذا يقول؟ الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك، أي كلمة الإيمان التي نكرز بها، لأنك إن اعترفت، شوف بساطة الخلاص، بس المهم التوب، لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع المسيح وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت، نجوت. مش بك تقعد تنتظر موت رئيس الكهنة، رئيس كهنتنا الأعظم مات وقام، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص، لأن الكتاب أي الكتاب المقدس يقول كل من يؤمن به أي بالرب يسوع المسيح لا يخزى، لأنه لا فرق بين اليهودي واليوناني، لأن ربا واحدا للجميع، غنيا لجميع الذين يدعون به، لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص. تفضل يا محمود. آمين. هذا المقطع بصراحة مقطع رائع جدا، ويلخص لنا إزاي الواحد يذهب لهذه المدينة، مدينة الملجأ، شخص المسيح المبارك. بس أنا نفسي بدام إحنا تطرقنا يعني الرومية 10، يعني لازم أول كم عدد كده، أول كم عدد دول بصراحة يصور لنا، أستطيع أقول 90% من العالم حولنا ومن ضمنهم المسيحيين كمان. يس. يقول ايه؟
في عدد 3 من هذا نفس الأصحاح اللي احنا قرأناه، لأنهم إذ كانوا يجهلون بر الله ويطلبون أن يثبتوا بر أنفسهم لم يخضعوا لبر الله. ودي مشكلتنا، مش عايزين قلب يؤمن ولا فم يعترف، احنا عايزين فم يتكلم عن برنا الذاتي. وعشان كده لقد سقطتم من النعمة، رسالة غلطية، يا أيها الذين تريدون أن تتبرروا بالناموس، بالوصايا يعني، بالوصايا. أما السيد جون، أنا في مقاطع معينة في كلمة الله بتعجب منه. لما واحد زي سجان فيليبي في أصحاح أعمال الرسل، أعمال الرسل أصحاح 16، هذا الشخص ليس له أي علاقة بربنا، شخص وثني، شخص يتمم القوانين الملقاة عليه. لما انفتحت أبواب السجن وظن أنه المساجين هربوا، كان سيقضي على نفسه، لأنه كان ممكن يعاقبوه الحكام الرومان. الحكام ما أنت بدل أنت الناس اللي طلعوا هم تحت رعايتك، أنت دمك بدل المسؤول. أنت المسؤول. طبعا كان قانون قاسي بتاع الرومان. يأتي ويسأل سؤال غريب. يعني أنا مستغرب أصلا هو سأل السؤال ده، بس أنا عايز أقول كل واحد مفروض يسأل: يا سيدي ماذا ينبغي أن أعمل أفعل لكي أخلص؟ يعني أنت لما تشوف السيناريو ده، هذا الشخص يعني كان مفروض يعني يأتي: طيب كتر خيركم، قلتوا لي ما تقتلش نفسك. أدرك تماما أنه هناك خلاص، أمام معجزة تدخل سماوي تحركت أمامه. الناس دول كان يعني واحد ناس غيرهم يتمنى أنه هو يموت، ما تموت يعني، لأنه جلدهم، ضربهم بالعصي، ضربهم موضوعين في المقطرة، معذبين خلافه. ماذا ينبغي؟ بعد كده في آخر هذا الأصحاح يقول لك تهلل مع الجميع، قالوا له آمن بالرب يسوع المسيح، آمن بالرب يسوع فتخلص أنت رد واضح، أنت وأهل بيتك رد واضح، ما قالوش يعني تقبل الكلمة، بتوصل الكلمة لأهل بيتك. وهذا الشخص قبل وفرح وتهلل مع جميع أهل بيته إذ كان قد آمن بالرب. بالله. اللي عايز أوصله أنه تغيير حقيقي في هذا الشخص. على فكرة هذا الشخص، أنا الكتاب ده ما موريناش اللي حصل، بس أنا متأكد أنه تعرض لمشاكل لا حصر له بسبب إيمانه بالرب. تخيل واحد تحت هذا الهيراركي الروماني وكان سجانا، وفجأة يقول للمملكة الرومانية: أنا آمنت بالرب يسوع، أنا لا أستطيع أن أنا أعتدي على الناس زي ما كنت بعتدي عليهم. ده واحد كان بيقول له اضرب، يهين، يسجن، يعمل. أمين. هذا يصور لنا صورة الإيمان. تقريبا بعد معنا حوالي 12 دقيقة بالسوداني. دقيقة. طيب أسيس، أنا اللي كنت عم بقرأ رومي بالذات، لأنه بدي نشرح من فضلك للمستمعين الأحباء أنه في بساطة شديدة جدا جدا، وبالتالي حضرة الأسيس الإنسان صار بلا عذر، أنت بلا عذر، صار أمام مسؤولية خطيرة جدا جدا، لأن كيف الكتاب المقدس بيقول: كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاص المسيح؟ هذا مقداره. فتفضل يا محمود. يعني هبتدي بالكلمة الموجودة سواء حضرتك قرأتها في روميا أو في القصة اللي استشهد بها الدكتور نادر، وهي الإيمان والثقة. فبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، وبدون إيمان لا يمكن الإنسان أن يدخل في علاقة حية مع ربنا، لأنه سهولة الخلاص هي أيضا تتجنب أو تتضمن جزء من الصعوبة. فكيف يكون خلاص؟ كيف نؤمن أن ابن الله جاء ومات على الصليب لأجلي؟ كيف أؤمن أن أنا الخاطئ لي حياة جديدة؟ كيف أؤمن أن هناك حياة أخرى؟ كيف أصدق؟ كيف أستوعب كل هذا بالعقل في الإيمان؟ والإيمان الإيمان ليس ضد العقل، بل الإيمان يعمل مع عقولنا. والإيمان أنك ذكرت مرة ليس هو قفزة في ظلام، بل هو قفزة من الظلام إلى النور.
والإيمان الإيمان الحقيقي يخلق في الإنسان استنارة. فعشان كده لما حضرتك قريت النص في رومية 10 وبيقول كده لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص، فكيف يدعون بمن لم يؤمنوا به؟ فهنا جزء أساسي مهم جدا بالإيمان. هذا الشخص تخيل معي في نفس الإطار القرينة الكونتكست اللي بحكي عنها وهي قرينة مدن الملجأ، كيف إذا لم يعلم هذا الشخص أن هناك مدينة ملجأ، وإذا لم يصدق أنه إذا هرب إليها سيقبله الشيوخ المدينة وسيجد هناك حياة وملجأ وملاذا، أعتقد كان هيقف مكانه. لكن هو عنده نوع من الإدراك ونوع من الثقة ونوع من اليقين. أنا عاوز أقول هروب الشخص بسرعة إلى مدينة الملجأ يعلن إيمان، يعلن تصديق، تصديق لمبادئ ووصية إلهية، متمسك بحماية الله له، بحماية الله لي، ويعلن عن أنه محتاج للفرصة الثانية أن أعيش، أن أنا بريء، أن أنا قتلت ساوى، أن أنا لي فوق وإلى آخره. فهنا الإيمان في حياتنا في 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 العهد الجديد، العلاقة مع ربنا تتطلب ببساطة شديدة أني أؤمن أني إنسان خاطئ وأستوجب الحكم الموت، لأني أنا خطأ وأوجد الخطيئة موت، وإن قلنا أن بلا خطيئة نضل أنفسنا، لكن في المقابل أؤمن أن عدالة الله الإلهية في يسوع المسيح سددت كل الدين اللي علي، فأؤمن أنه في المسيح هناك حياة. فإذا أدعو باسم الرب، ألجأ لشخص الرب، واسم الرب يعني شخص الرب، فهناك خلاص. وكمان الشيء مهم جدا في الآية اللي حضرتك ذكرتها، هي تتطلب دور الشخص الخاطئ في أنه يؤمن ويدعو باسم الرب، دور الشخص الكارث في أنه ينادي ويكرز باسم الرب فالآخر في الثاني يسمعه، ودور عمل روح الله وفي قلب الإنسان الذي يؤمن ويقبل الإيمان. فعايز أقول أنه الخلاص هو مسؤولية جماعية لها دور إلهي بحت، عمل الله بحت في خلاص ودممه، ومسؤولية الشخص يأتي إلى المسيح ويقبل ويعترف بخطاياه ويتركها فيرحم، لكن هناك مسؤولية أيضا على المؤمنين، ومسؤولية على 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 الكنيسة النهاردة اللي هي النور، أن تنشر الخبر السار. المسيح قال هذه الكلمات للتلاميذ، اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة دي كلها. الجماعة وقت مدن الملجأ كان لها دور في تمهيد الطرق، في إعدادها، في تثليثها، في تمهيد، في وضع لفتات، في كل الأمور. أنا عايز أقول النهاردة الكنيسة عليها دور هام جدا، والمؤمنين عليهم دور هام جدا، مش أنهم يفتحوا بس الأبواب إلى الخطاة، بل يخرجون ليدعونهم، يخرجون إلى الشوارع والأزقة لدعوة ويجدونهم ويلزمونهم بالدخول. فأنا عايز أقول كيف يؤمنون وكيف يسمعون بلا كارث؟ أين الكارثين؟ نحن برنامج زي هذا ونحن نقدم من خلاله كلمة الله، وأشكر رب النهاردة في وسائل الميديا والتواصل الاجتماعي والقنوات والكنائس دلوقتي أصبحت مصطف، يعني كل الكنائس معظمها إن لم تكن جميعها دلوقتي لايف ستريمينج، والخدمة بتنشأ في كل مكان. أنا عايز أقول إنه الوقت مقصر جدا، وإن مجيء يسوع المسيح قارب على الأبواب، فإذا لم تنجو لحياتك وتهرب لحياتك ربما يكون الوقت قريب. عشان كده النص في رومية بيقول لنا الخلاص في متناول يدك، لكنه عمل إلهي تمامه. أيضا علينا مسؤولية ككنيسة أن نكرس ونعلن هذا الخلاص كما أعلنه الرب يسوع المسيح وابتدأ بالتكلم به، وتثبت من الذين سمعوا شاهدا الله معهم بآيات وعجائب كثيرة. مجدا للرب. الحلقة رائعة جدا أحبائي، يعني كما قرأنا وشرحنا موضوع المدن الستة، مدن الملجأ في العهد القديم التي أمر الله أن يعملها أو يرتبها موسى، وبعدين يشوع من بعد موسى، كلها كانت مثل ما قلنا نحن هي علامات، إشارات رائعة جدا لشخص ربنا يسوع المسيح الذي هو نفسه البرج الحصين، هو ملجأنا، هو. حتى الوحي المقدس قديما بيقول أنه الإله القديم ملجأ، وهو الإله القديم هو نفسه الرب يسوع الذي رأيناه في شخص المسيح، يعني الإله القديم ملجأ والأذرع الأبدية من تحت. فكل إشارات لشخص المسيح الذي جاء إلينا برسالة بولوس، بيقولنا الوحي المقدس أنه المسيح مات، بيقول بس نحن في المسيح متنا، أي بمعنى المسيح مات بالنيابة عنا، فكأننا نحن قد متنا. فبيقول لأنكم قد متتم وحياتكم مستترة في المسيح، وبما أنه المسيح أخذ جسد بشري بيقولك مستترة حياتنا في المسيح والمسيح في الله. متى أظهر المسيح حياتنا؟ حينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. فنحن حاليا شو وضعنا؟
وضعنا أنها مستترين في المسيح. يعني إذا أنا أبنت بالرب يسوع أنا في ستر العلي، ومكتوب بمزمور 91 الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. يعني نحن صرنا مستترين ومسترين ومحبيين في شخص الله الذي رأيناه في شخص المسيح. شو هالعز هيدا يا جماعة؟ بترجاك يلي عم تسمعني قل له يا رب ارحمني، أنا خاطي، أنا مش عامل خطايا سهوا، أنا عامل خطايا متعمدا، بس أنت يا رب مستعد أنك ترحمني وتخلصني. يا رب ارحمني واقبلني، اقبل توبتي وغسل قلبي الخاطي بدم ذبيحتك يا سيد الرب، دم ذبيحة المسيح، واقبلني واسكن فيي بالروح القدس واعطيني نعمة وهبة الحياة الأبدية. وطبعا طبعا راح أخذ التعليق الأخير من الأحبة لأنه بعد معنا 5 دقائق، بس أنا حبيت أقول هيدي النقاط لألا أستعجل وأخسر فرصة عرض الخلاص قدام الشخص اللي مش عارف. يعني أنا لما جيت للمسيح ما كنتش عارف كيف واحد بيخلص، ما بعرف، أنا كنت مسيح بس ما بعرف، لكن علموني الأحبة، ولما من كل قلبي قبلت الرب يسوع أقول الصدق في المسيح حسيت بالأمان والسلام، شخصية جديدة، إنسان جديد، كما يقول بولس الرسول إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا من الله، العمل عمل إلهي. فتعال إلى المسيح. دكتور أخذناش من حضرتك التعليق الأخير، خلينا نسمع منه ونقول تعليق يعني دقيقة أو شوي حتى ناخد التعليق. إيه اللي ممكن تقوله في هيدا المجال شيء يفيد الأحبة آخر لحظة غير طرح الدعوة؟ غير طرح الدعوة عايز بس أذكر حادثة معرفش جات على ذهني في الكتاب المقدس برضه. نعم. في عجالة يعني داود في نهاية أيامه، احنا طبعا عارفين المسيح أتى من نسل داود، ابتدى يتذكر في الناس الذين ممكن يكونوا أحسنوا إليه زي برزلاي الجلعادي، وكمان الذين أساءوا إليه. وذكر واحد كده اسمه شمعي ابن جيرة، لعنه بشدة. ده كان جدا صعب، ده الإنسان ده كان شرير. يعني مش عايز أدخل في القصة لأنها طبعا طويلة شوية، لكن عايز أقول لك داود في آخر أيامه وهو بيصوي سليمان قال له بص خليه يسكن في أورشليم ما يتحركش. يعني ما يتحركش. فطبعا احنا عارفين القصة، بعد 3 سنين كان عنده تحرك وترك أورشليم. ترك أورشليم، عمل فيه إيه؟ سليمان قتله. لكن ابن داود قال له إذا بتضل بأورشليم كنت ظليت بأورشليم كنت بتنجى. هي صراحة تلكيكة يعني هي كده عشان يعني لكن أنا عايز أقول إن ابن داود شخص المسيح المبارك، طول ما إحنا فيه ممكن يحصل إن إحنا نغلط، وارد. طول ما احنا عايشين في هذه الأرض ممكن تحصل مننا سقطات بدون شك، احنا ما زلنا في الجسد. وانا بقول هذا الكلام لأخي المشاهد لأنه ممكن يقول لك ما انا شفت القسيس عمل وانا شفت الخور عمل. يا أخي وإن كنا نسعى ان احنا نعيش بقداسة، لو احنا معرفناش نعيش بالمستوى المثالي، هناك المثال، هناك المسيح. طول ما انت محتمي فيه وواثق فيه وعايش فيه، طول ما انت محمي فيه. امين. سيس تفضل. يعني انا هقول تعليق في جملتين تكملة فيما بدأ الدكتور نادر في الجزء دوة. اذا كان اوصى انه لا يخرج من المدينة، لكن عاوز اقول هيجي وقت تخرج من مدينتك، سيأتي الوقت سيرجع كل شخص الى والسيامة اللي احتمليها الى ارض ملكه، واحنا سيجي الوقت اللي هنرجع ليه الى الارض السماويه، المدينه السماويه، لان احنا سماويين. لاننا سماويين، فاحنا مش من هذا العالم ولسنا من هذه الارض ولسنا من هذا العالم وليس له فينا شيء. فان كنا قبلنا الرب واحتمينا في رئيس كهنتنا الاعظم وعشنا له بالقداسه والفرح والسلام والسعاده في هذه الارض ولنا الحياه الابديه، سياتي الوقت قريبا جدا الذي يردنا فيه وياخذنا فيه شخص ربنا يسوع المسيح الى المدينه السماويه التي لها الاساسات، الى اورشليم الحقيقيه، الى العلاقه الحقيقيه. عشان كده بقول مع عروس النشيد الروح والعروس يقولان تعال، وكل من يسمع فليقل تعال، ومن يعطش فلياتي، ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. هي وقت مقصر لكن سيأتي الوقت
نفوسنا تمتلئ فيه بالأشواق وتمتلئ فيه بالفرح والبهجة لمجيء شخص ربنا يسوع المسيح الذي قارب جدا جدا على الأبواب. فبعد قليل جدا يأتي الآتي ولا يبطئ. عشان كده هانت لكل مؤمن متألم، هانت هيجي الوقت وترجع لوطنك. لكل إنسان عايش وحاسس أنه غريب في هذه الأرض وغريب في هذه الحياة، هانت سيأتي الوقت الذي فيه ترجع إلى ملكك إلى أرضك. ولكل شخص بعيد وكل شخص يشعر بالألم ووطئة الحياة، هانت سيأتي المسيح ليريحنا من كل أتعابنا. الرب يبارككم أحبائي، أشكرك جدا أسيس نصيف، الرب يبارك راعي الكنيسة المشيخية في ماريلاند بسيدني أستراليا. وأشكرك جدا أسيس دكتور يعني الأسيس دكتور جراح دكتور سبيشاليست أخصائي عظيم، الرب يباركك، بس كمان حابب يخدم الرب، الرب يباركك ويكمل معك. شكرا. حضرتك رائع جدا كمان بالكتاب المقدس، الرب يستخدمك. ويعني حضرتك قسيس، مش عم نديلك قسيس قسيس فعليا، فالرب يكمل معك ويحسن إليك باسم المسيح. حابب بشكر كل الأحبة اللي كتبوا لنا بالفيسبوك، شفناه هون كثير، وطبعا في أشخاص ما رديناش عليهم إلا قليلا، بس في إحدى الأخوات اللي اسمها فادية طالب صلاة باسم الرب يسوع المسيح، يا رب اذكرها برحمتك، اعطيها نعمة يا رب، سؤل قلبها اذكرها برحمتك، واذكر كل من هم عليهم شدة يا رب باسم المسيح. الأحبائنا المرضى اللي عم بيشاهدونا أو اللي عندهم مرضى حزانة لأجلهم باسم الرب يسوع اذكرهم يا سيد الرب في مراحمك. لكن يا رب فوق هذا كله اذكر يا رب اللي بعدهم مرضى بالخطية بالخطايا، خلصهم يا رب وارحمهم في المسيح باسمه نصلي يا أبانا في الروح القدس، ولك كل المجد. أخيرا أحبائي قبل ما أختم، إذا ما هربنا إلى شخص الرب الرب يسوع المسيح رئيس كهنتنا الأعظم والتجأنا إليه، كل من هم في الخارج يقول الكتاب المقدس لن يدخلوا المدينة السماوية، لن يكون لهم نصيب في الحياة الأبدية. أينما كنت كون ليس لك حياة أبدية، إلا الكتاب يقول إلا في شخص المسيح الفادي، هو مخلصك هو فاديك، تعال إليه بسرعة واقبل خلاصه. أحبائي إلى اللقاء في حلقة جديدة، أنت أن المسيح في مجيئه، الرب معكم.